خلال جولته اليوم قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بتفقد مصنع البتروكيماويات بمعهد بحوث البترول التابع للوزارة، حيث التقى بالعمال والأساتذة المشرفين على التركيبات المطهرة والتي ينتجها المصنع. خدنا الفكرة من أول المشكلة إن احنا نضيف للمشروع بعد تاني وهو إنتاج المطهرات المعنية بفيروس كورونا المستجد، ومن هنا الحقيقة يمكن من أول أزمة في أول أيام مع دكتور محمود ومع الإخوة من التحالف سواء من المركز القومي للبحوث أو من معهد بحوث البترول أو من بعض الجامعات المصرية، كل دول وزارة الصناعة والتجارة وزارة الإنتاج الحربي، قدرنا إن احنا نعمل هذا التحالف بسرعة جدا ونركز فيه إن احنا ننتج حوالي 100 طن من المطهرات الخاصة بفيروس كورونا للأسطح والشوارع، وقدرنا ان احنا يبقى قوة انتاجنا حوالي 500 برميل يوميا، يعني حوالي 100 طن في اليوم بطاقة انتاجية كبيرة، وسوقنا منتجاتنا لكل مؤسساتنا، كل الجامعات وكل المعاهد والمراكز البحثية بقت تاخد من هنا التحالف اللي احنا موجودين فيه، وابتدينا نفعل ان احنا اكتفاء ذاتي من عندنا بتكلفة بسيطة جدا. البنية التحتية موجودة عندنا زي ما انت شايف، الرياكتورز اللي موجودة في العلماء العمال الامكانيات المعملية الخاصة باجراء التحاليل واجراء التجارب على المنتج، فاحنا عندنا تكامل في هذا الموضوع. فاول ما خدنا القرار بسرعة جدا قدرنا نتحرك وقدرنا نجيب الخامات اللي هي محتاجينها من الشركات المصنعة في مصر، وقدرنا نحط كل حاجة مع بعضيها لحد ما زي ما انت شايف بره كده بقى عندنا منتج، وده يمكن اللي انت شايفه بره ده منتج الليل، يعني مجرد الشفت بتاعت مساء امس والنهارده، يعني انت لو جيت كمان شويه هتلاقي كل ده راح، لان هتيجي العربيات تشيله وتروح في الاماكن اللي هي متفق عليها. معهد بحوث البترول هو احد المعاهد التابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. احنا الحمد لله السنه دي في التصنيف العالمي سيماجو احنا رقم 7 على مستوى الشرق الاوسط. مصر حققت 4 مراكز في التوب 10، اكاديميه البحث العلمي رقم 1، المركز القومي للبحوث رقم 2، احنا رقم 7 كمعهد بحوث البترول على مستوى الشرق الاوسط، والفلزات في رقم 9. اعتقد ده انجاز للبحث العلمي، وده دليل على ان البحث العلمي في مصر بخير وجاهز، وزي ما بيقولوا ستاند باي لاي حاجه. بالفعل التكليف كان من خلال اسبوع بداوا الانتاج، بننتج طبقا لمعايير منظمه الصحه العالميه WHO، بننتج حوالي 500 برميل في اليوم، ساعه البرميل 200 لتر، بتساعد في تعقيم الجامعات والمستشفيات الحكوميه والمراكز والمعاهد البحثيه والمنشات الحكوميه عموما. القدره الانتاجيه حوالي 10 طن في اليوم، وده يعتبر كميه كبيره جدا على يعني وحده تجريبيه، او احنا يعني مش قطاع خاص بامكانيات جباره يعني، لكن الحمد لله يعني تم تكلفنا في اسبوع، واحنا بننتج وبنورد، وحضرتك لو شفت دلوقتي هتلاقي كل جامعات مصر وكل المستشفيات الجامعيه المصريه والمستشفيات الحكوميه بتيجي تاخد المواد المطهره من هنا. هي الماده دي اكاديميه البحث العلمي قررت ان هي في ظل الظروف الرهنه ان يكون ليها منتج بيعتمد على خامات موجوده في السوق المحلي، بحيث ان تكلفه المنتج تكون قليل، في نفس الوقت يكون المنتج ده متوافق عليه وطبقا لمواصفات منظمه الصحه العالميه. فعشان كده اختيار التركيبه كان بيزد على الحاجات اللي متوافق عليها فعلا من منظمه الصحه العالميه. هم زي ما قلت لحضرتك هم 3 مركبات، في مركب بيعقم الاسطح زي الارضيات والحيطان والحاجات دي، وده اللي بينتج كميات كبيره جدا، لان احنا ده بنمسح بيه وبنرش بيه في كل الاماكن، وده اللي بيستخدمه في كل الهيئات والجامعات والمراكز البحثيه وكل حاجه. في منتجين تانيين للاستخدام البشري، منتج منهم زي سبراي بحيث ان هو بيترش على الايدين للتعقيم، ومنتج تاني جل. الجل مستو ان هو يمكن بيطول شويه في وجوده على الايدين، فبيبقى فتره التعقيم بتاعته اطول شويه. فالثلاث منتجات دول بتنتجهم الاكاديميه البحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث البترول. يقوم المصنع بانتاج 3 انواع من المطهرات، منها منتج لتطهير الاسطح تستخدمه المستشفيات الحكوميه والجامعات وكافه المعاهد البحثيه وافرع وزاره التعليم العالي، ومركبين لتطهير الايدي سيتم طرحهما خلال الايام القادمه بالأسواق وبسعر التكلفة. جاءت أزمة فيروس كورونا لتضع مؤسسات الدولة في اختبار حقيقي، وهي المراكز البحثية والعلمية، وبوقت لم يتجاوز أسبوعين استطاعت من صنع مطهرات محلية الصنع أقرتها منظمة الصحة العالمية. محمود حافظ لبرنامج على مسؤوليتي.